مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في مدينة الرماد، اتخذت الجهات المختصة إجراءات من ضمنها كري نهر الفرات وتسريع العمل بسدود الرماد لتصريف تلك المياه. مدير سدود الرماد ماجد إبراهيم أكد إعادة تأهيل سدة الرماد للسيطرة على المياه وتوزيعها، فضلا عن السيطرة على مناسيب الخزن في بحيرة الحبانية، مؤكدا أن عملية استباقية تجري الآن تحسبا لتصريف المياه في مواسم الفيضانات. نحن في موقع مشروع سدة الرمادي اللي تعرض مؤخرا أو في عام 2015 إلى عملية تخريبية إرهابية من قبل تنظيمات داعش. حاليا تم إعادة تأهيل هذا المنشأ ووصوله إلى المراحل النهائية عن طريق شركة الرافدة العامة لتنفيذ السدود التابعة إلى وزارة الموارد المائية. تقوم إدارة مشروعنا كإدارة مشروع سدة الرمادي إضافة إلى المهمة الأساسية في السيطرة على المياه وتوزيعاتها وسيطرة على مناسيب الخزن في بحيرة الحبانية، تقوم أيضا بعملية الإشراف العام على عملية الإعمار للنواظم اللي تعرضت إلى التخريب مؤخرا. تقوم دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بتنفيذ البرنامج الحكومي في محافظة الأنبار. تتمثل أعمال الكري من أقصى مدينة حديثة، حيث يوجد قاطع للعمل في مدينة حديثة، أعمال إزالة الترسبات والقصب من مؤخر سد حديثة باتجاه مدينة حديثة. الأعمال التي تقوم بها الشركة هي أعمال مدنية وأعمال ميكانيكية وأعمال كهربائية. الأعمال المدنية أنجزت بالكامل نسبة 100%، الأعمال الميكانيكية أنجزت ما يقارب 98 إلى 99% من الأعمال الميكانيكية، فقط تبقى التشطيب.